مساء الخير عليكم مشاهدينا، واهلا بيكم معانا في حلقه جديده من تعمير. كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، ربنا يجعل ايامنا كلها اعياد وخير يا رب. النهارده هنبدا حلقتنا بمكانين مهمين جدا، وهما ممشى اهل مصر على كورنيش النيل ونورث سكوير العالمين الجديده، والاثنين فيه بينهم حاجه مشتركه، ان الاثنين بتديرهم نفس الشركه، هي شركه واحده، والحقيقه كمان عامله شغل كويس جدا الفتره اللي فاتت. حضراتكم طبعا عارفين وكنا بنشوف ان الناس كلها دلوقتي بتخرج داخل ممشى اهل مصر، واخيرا بقى عندنا كمان مكان نستمتع بيه بعد ما كان المكان ده عادي وغير مؤهل. دلوقتي هنعرف ازاي الشركة استعدت لعيد الاضحى المبارك وكمان موسم الصيف. معانا على التليفون دكتورة ملك العشيري، العضو المنتدب لشركة ادارة ممشى اهل مصر ونورث سكوير العالمين الجديدة. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، ازي حضرتك؟ كل سنة وحضرتك طيبة طبعا. يعني لو تكلمينا وتقولي لنا هنعمل ايه في عيد الاضحى لزوار ممشى اهل مصر؟ احنا مستعدين في كل مشاريعنا ان شاء الله لاستقبال العيد الاضحى واحياء فعاليات في كل مشاريعنا تبقى ترفيهية وثقافية ورياضية لاستقبال كل زوار سواء ممشى اهل مصر او العالمين الجديدة ان شاء الله. ويعني حاجات كتيرة جدا احنا محضرينها زي كل موسم ما بنقوم بيه لاستقبال سواء الزوار المصريين او السياحة العربية والخليجية والاجنبية لكل المشاريع ان شاء الله. طيب يا دكتور، احنا عايزين نتكلم على مشروع مشروع، يعني لو بدأنا بممشى اهل مصر، ايه الفعاليات اللي هتعملوها فيه؟ احنا ممشى اهل مصر زي كل سنة بيبقى عندنا فعاليات ترفيهية، والسنة دي حبينا يبقى فيه شوية رواج للمنتجات المصرية من خلال إقامة بازار بيعرض فيه منتجات مختلفة في قطاعات مختلفة كلها منتجات مصرية، حوالي 26 ل 36 براند مصري هيبقى موجود على الممشى، وبيتضمنوا بقى زي مثلا فقرات غنائية وفقرات خاصة بالأطفال، حاجات خاصة برضو تبقى ناحية ثقافية، يعني بنحاول ننوع دايما، بيبقى كل يوم فيه حاجة مختلفة عشان يبقى فيها تغير على حسب برضو الأذواق المختلفة للزائرين للممشى. ده بداية من النهاردة يا فندم، النهاردة الجمعة إن شاء الله. طيب امتى هيتم تشغيل المرحله الثانيه من ممشى اهل مصر؟ اول ما هنستلم بس بنبقى في تجهيز المشروع، بياخد حوالي 4 شهور ل5 شهور، فممكن اتاجل شويه الافتتاح بدل ما كان يبقى في الموسم الصيفي السنه دي، يتاجل ان شاء الله على اخر السنه قبل الكريسماس واعياد الكريسماس باذن الله. طيب عاوز اروح مع حضرتك بقى لنورث سكوير العالمين، هيكون في فعاليات زي السنة اللي فاتت ولا هيكون في اختلاف وفعاليات اكتر؟ السنة اللي فاتت كان العالمين نورت وقامت بمهرجان العالم العالمين، وكان يعني لينا الحمد لله دور كبير في هذا المهرجان بالشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والسنة دي نفس الشيء داخلين تحت مظلة العالم عالمين، مهرجان العالم عالمين معاهم في كذا احتفالية كبيرة داخل المول لفقرات وفنانين من كبار الموسيقيين والمغنيين في مصر أو في الوطن العربي، هتقام عندنا جوه المول، غير برضو حاجات خاصة بالرياضة في أسبوع تقريبا رياضي، كلها حاجات رياضية مختلفة عندنا، يعني المهرجان بقى مليان زخم بكل الأحداث اللي فيه، مش بس في نورث سكوير مول، في مدينة العالمين بمختلف المناطق اللي بيقام عليها فعاليات مختلفة وكمان متزامنة، يعني حبينا يبقى في كذا فعالية بتقام في نفس الوقت مختلفة لحد بقى إن شاء الله أول أكتوبر، كل فعاليات كبيرة مختلفة متنوعة عندنا في نورث سكوير مول، بخلاف بقى طبعا البراندات اللي اوريدي معانا في المول من حيث الكافيهات والمطاعم حتى المحلات الملابس في قطاعات أو ألعاب الأطفال أو كده، عاملين زي نوع من الأكتيفيشنز
وحاجات ترفيهية كتير قايمين بيها، عاملين كالندر كاملة لكل اللي هيقام عندنا في نورث سكوير مول، ونتابعكم فيها يعني واحدة واحدة كده إن شاء الله. إن شاء الله نشوف كمان يعني فعاليات مبهرة جدا السنة دي كمان أكتر وعن السنة اللي فاتت. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. ميرسي يا حبيبتي، كتر خيرك، ومشكرين، كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة وحضرتك طيب. خلينا كمان نقول أن قطار التطوير مستمر في كل حتة في مصر، والمرة دي من جزيرة الوراق. الدكتور مصطفى مدبولي وجه بخطة زمنية أسبوعية لأعمال التطوير في المشروع، وصرف كمان التعويضات للمستحقين، وده مشروع كبير جدا. هنعرف تفاصيله دلوقتي. معانا على التليفون المهندس محمد القاضي، خبير التخطيط العمراني. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا ستي رانيا، ازيك؟ مساء الخير يا فندم. لو حضرتك تدينا نبذة أو فكرة عن المشروع التطوير اللي بتعمله الحكومة في جزيرة الوراق. الحقيقة أنا حابب أشكرك طبعا على اختيار دايما الموضوعات اللي بتهم الناس، لأن الموضوعات دي لما بنوضح الصورة الناس بتقدر تدي وجهة نظرها على صورة حقيقية، لأن طبعا موضوع زي جزيرة الوراق هو موضوع شائك، لكن جزيرة الوراق بالذات هي جزيرة زي مجموعة من الجزر في النيل كانت كلها محميات طبيعية، وأغلب الجزر المحميات الطبيعية ما حصلش عليها تعديات، أو حتى التعديات اللي حصلت عليها تعديات محدودة جدا. إنما جزيرة الوراق بالذات هي حصل عليها زي ما بيقولوا كومبو من التعديات، يعني وضع يد، مباني عشوائيه. الحقيقه كانت بنقدر نقول ان هي مناطق شبه منهاره عمرانيا، مفيش خدمات تماما، مفيش صرف صحي، مفيش مصدر مياه نظيفه، فالمنطقه فعلا عمرانيا مختلفه عن بقيه الجزر. طيب هي ليه الحكومة والدولة ما تدخلتش من السنين من قبل كده وما حصلش أي تطوير ليها؟ الحقيقة عشان الدور الاجتماعي اللي بتلعبه الحكومة، لأن هي فعلا ما كانتش تقدر إن هي الناس اللي موجودة واللي ساكنة في المنطقة. لكن أقدر أقول إن الإرادة السياسية اللي قالت نقتحم الموضوع ده ونبتدي نشوف ازاي الناس نتكلم معاهم ونعوضهم، هو ده اللي فتح الباب. الخطط اللي كانت من سنة 2000 وبعدها في 2010 محاولات، ده اللي فتح الباب ان الدولة تقدر تعمل فعلا تخطيط عمراني وتعمل مخطط عام، وانها تقدر تعمل حاجة مشرفة جدا. صحيح. إن شاء الله. صحيح. الفترة اللي جاية يعني. اللي فتح الباب زي ما بقول، اللي لما قعدت الحكومة مع الناس وابتدت تجد برامج لتعويضات السكان، اللي عنده أراضي زراعية واشترت منه الأراضي الزراعية، يمكن الفدان وصل لستة مليون، اللي عايز يتعوض بأرض زراعية تانية في منطقة السادات مثلا، اللي عنده وحدات، اللي عايز ياخد وحدة في مدينة العبور أو في مدينة أكتوبر أو حدائق أكتوبر بيروح، اللي عايز يفضل في نفس المكان والحكومة بتبني وهو ياخد شقة برضو ده كان متاح، كل واحد حسب رغبته. فكان ده البداية إن يلا ننفذ الخطة اللي موجودة بقالها فترة، ودي كانت حاجة إيجابية جدا. إن وابتدت فعلا أول حاجة يبتدوا بيها المرحلة الأولى حوالي 90 عمارة تقريبا. أول مرحلة هي المرحلة بتاعة التعويضات، هي دي أهم حاجة يعني. الفكرة الذكية اللي ابتدت بيها الحكومة التعويضات، إن الناس اللي عايزة تفضل في المنطقة إحنا بنينا لهم، والحكومة والناس هتفضل في نفس المكان. فالمرحلة الثانية استكمال بقية التسعين عمارة، وبعد كده في مجموعة تانية من المشروعات اللي المناطق السكنية الجديدة، الخدمات، المدارس، النوادي، المباني الإدارية. الحقيقة مجتمع عمراني متكامل هيبقى مشرف فعلا يعني، وحاجة عصرية جديدة.
هو يعني الحقيقه جزيره الوراق هي بالتعديات اللي حصلت عليها مش هنقدر نعمل لها حاجه، لكن الخطه اللي معموله الجديده هي خطه جميله الحقيقه. يعني انا عايزه حضرتك يا باشمهندس تشرح للمواطنين وللناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي ازاي المشروع ده هيعمل نقله كبيره للمنطقه. الحقيقه من منطقه عمرانيه لا واصل لها صرف صحي ولا ميه ولا خدمات، على فكره هو منطقه غير مؤهله لمنطقة. طبعا هي عدم وجود خدمات بيعمل تحميل على المناطق المحيطة، لأن السكان بيضطروا يستخدموا المدارس والمواصلات وإلى آخره يعني. فوجود منطقة فيها خدمات، مدارس، فيها كل الخدمات الطبيعية اللي تكون موجودة، ده هيعمل نهضة للسكان وهتبقى منطقة جاذبة. يعني أنا دايما بضرب مثل، هي جزيرة الزمالك كانت إيه؟ ما هي جزيرة محمية طبيعية. المنيل كان إيه؟ ما هو نفس الكلام، لكن التطور العمراني بتاعها كان منظم. فاللي هيحصل برضه هو تطور عمراني وتطوير عمراني منظم للمنطقة. صحيح. المهندس محمد القاضي خبير التخطيط العمراني، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا. مشاهدينا دلوقتي هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل مرة تانية مع حضراتكم، خليكم معانا. أهلا بحضراتكم مشاهدينا، النهاردة احنا موجودين في حفل توقيع شراكة ما بين شركة التعمير العربية وشركة سواس بيل لإدارة الجزء الفندقي لمشروع ريفان في العاصمة الإدارية الجديدة لشركة التعمير العربية. هنعرف كل التفاصيل النهاردة، تفاصيل الشراكة ما بين شركة التعمير العربية في مشروع ريفان وكمان شركة سواس بيل لإدارة الفنادق، خليكم معانا. من حفل توقيع إدارة الجزء الفندقي لمشروع ريفان لشركة التعمير العربية، حبينا أن احنا النهاردة نتعرف على الشراكة ما بين شركة التعمير العربية وكمان شركة سواس بيل. هنعرف كل تفاصيل أكتر النهاردة مع المهندس سالم السوديس نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير العربية. مساء الخير يا فندم وألف مبروك في البداية. مساء النور، الله يبارك فيك، سعيد أني موجود معك اليوم. والحمد لله اليوم وقعنا عقد شراكة مع شركة سويس بيل الخدمات الفندقية، وكان التوقيع هذا مع أول مشاريعنا في جمهورية مصر العربية اللي هو مشروع ريفان السكني، والمكون من ثلاثة مراحل. مشروعنا إن شاء الله هذا اللي راح يكون خدمات فندقية في واحدة من هذه المراحل. عبارة عن إيه يعني الاتفاقية أو الشراكة ما بين شركة التعمير العربية وشركة سواس بيل؟ أي نعم، المشروع مثل ما ذكرت لك هو عبارة عن ثلاثة مراحل. المرحلتين الأولى ولله الحمد سكني هو مشروع سكني، مرحلتين انتهت بنسبة 80%. المرحلة الثالثة والأخيرة اللي هي راح إن شاء الله نطبق فيها الشراكة مع سواس بيل الفندقي. نعم، هتبقى عبارة عن إيه؟ مساحته قد إيه لو حضرتك تقول لنا تفاصيل أكتر؟ بالنسبة للمشروع الفندقي عبارة عن أربع مباني تقريبا 500 وحدة نظام استديو، بيكون كامل التشطيب وكامل التأثيث والتجهيز وبمواصفات التي تتماشى مع مواصفات شركة سويس بيل. ايه اللي هيكون مختلف يا فندم اللي احنا هنشوفه بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، بالاخص كمان ان احنا معانا النهارده شركه من الخارج، يعني سويس بيل شركه اجنبيه مش مصريه؟ حقيقه ولله الحمد يعتبر مشروع ريفان هو المشروع الوحيد في ار 7 في العاصمه الاداريه اللي مطبق هذه الفكره في الخدمات الفندقيه. الخدمات الفندقيه ان شاء الله راح تعطي قيمه اضافيه للمشروع وتحقق التوجه اللي موجود في جمهورية مصر العربية في التشجيع على السياحة والخدمات الفندقية، أيضا تحقق رغبات الملاك. بعض الملاك يتطلع أنه الاستثمار يكون سكني خاص له
أو يستفيد منه كعائد مالي سنوي، وبالتالي هذه الميزة بتكون مميزة عن أي مشروع آخر أنا لي كساكن أو كمطور أو كمشغل مثل شركة سويسبل. إمتى هيبدأ التنفيذ في المشروع يا فندم أو في الجزء الفندقي؟ يعني يمكن احنا عارفين ان انتوا خلصتوا تنفيذ المشروع بنسبة 80%. نعم، المشروع صحيح. بالكامل صحيح. نعم. ولكن الجزء الفندقي لسه احنا فعلا المشروع بدأنا فيه كمشروع ريفان السكني وحققنا نسبة حوالي 80% من الانجاز. بالنسبة للمشروع الفندقي او الخدمات الفندقية احنا كنا ننتظر فقط توقيع الاتفاقية لكي نبدأ فعليا في المشروع. في الموقع تم تجهيز الموقع كحفر استعدادا لانطلاق المشروع. تعرفين المواصفات اللي يتبعها أي شركة فندقية تكون محددة ودقيقة جدا، وبالتالي انتظرنا فترة توقيع العقد لكي إن شاء الله ننطلق فيه على طول. كان إيه الهدف يا فندم من اختيار شركة عالمية لإدارة الجزء الفندقي في المشروع؟ احنا في السوق المصري سوق فيه منافسة قوية وأسماء كبيرة، وقدومنا لما قدمنا للسوق المصري سعينا انه نكون مميزين حتى نثبت وجودنا كشركة لها خلفية قديمة وخبرة كبيرة في السعودية. فارتئينا انه نختار اسم كبير فندقي يدعم رؤيتنا في التوسع في جمهورية مصر العربية، لأن المنافسة قوية، وبالتالي توجهنا ننطلق في مشاريع إن شاء الله مستقبلية في التطوير العقاري ليكون لها نفس الروح. عايز أرجع مع حضرتك خطوتين لورا وتدينا نبذة عن شركة التعمير العربية لو اللي بيتفرج علينا النهاردة مش عارف تفاصيل عن الشركة، وبعدها كمان أدخل مع حضرتك في تفاصيل مشروع ريفان بالكامل. شركة التعمير العربية هي استثمار سعودي مصري وامتداد لتواجدنا في السوق السعودي لفترة أو لمدة زمنية تجاوزت 30 سنة، ولله الحمد احنا متواجدين بقوة في السوق السعودي وعلى مستوى كبير من التعامل مع سواء الحكومة أو القطاع الخاص. لما انتقلنا إلى مصر توسع في الأعمال توجهنا لقطاع الصناعة، ولله الحمد عندنا أحد المصانع اللي تعتبر من أكبر المصانع في جمهورية مصر العربية، مصنع الكرتون، وعندنا مزارع للتمر، ولله الحمد نصدر جميع الانتاج للخارج. وفي التطوير العقاري بدأنا في مشروعنا ريفان واللي إن شاء الله بيكون بداية لمشاريع تطوير في المناطق اللي الحكومة تسعى لتطويرها وتشجيع الاستثمار فيها. نقدر نقول إن احنا بدأنا مشروع ريفان مع التطوير اللي بيحصل في مصر بشكل عام وكمان بالأخص العاصمة الإدارية الجديدة. بكل تأكيد جمهورية مصر العربية سباقة في جميع القطاعات وخاصة موضوع التطوير، أصبحت الفرص كبيرة وجاذبة للمستثمرين، وبالتالي حرصنا على تواجدنا منذ البداية في العاصمة الإدارية لكي نحقق قصة نجاح ونحاول نكررها إن شاء الله في مشاريع أخرى بإذن الله. يمكن احنا دايما بنتكلم على الاستثمار السعودي المصري، وحضرتك عندك تجربة، لو تقول لنا يعني رأيك إيه في تجربتك النهاردة في الاستثمار في مصر؟ بشكل عام الاستثمار السعودي المصري أو المصري السعودي في البلدين ممتد لسنوات طويلة. ولو رجعنا بالذاكرة للوراء نجد أنه في شركات على مستوى الحكومة تم تأسيسها في مصر لغرض الاستثمار في التطوير العقاري على سبيل المثال والقطاعات الأخرى الصناعية. التوجه الآن القيادتين في السعودية ومصر لرفع مستوى التعاون الاقتصادي، وأكيد سمعنا بمشاريع إن شاء الله قريبا سوف تعلن على مستوى الحكومات اللي تدعم التعاون السعودي المصري أو المصري السعودي. صحيح. في جميع المجالات، وفي مجالنا احنا نعتبر أنفسنا احنا احدى الشركات اللي أقدمت على موضوع التطوير بدافع تعزيز العلاقة والشراكة القوية مع أخواننا المصريين. صحيح. طيب نرجع تاني بقى لمشروع ريفان، لو تدينا نبذة كاملة عن مشروع ريفان بالتفصيل. مشروع ريفان هو مثل ما ذكرت لك أول مشروع لنا في مصر، وهو عبارة عن مشروع ريفان سكني
تجاري عنده في مول عبارة عن 15 بناية سكني تجاري فندقي. فندقي نعم. سكني تجاري فندقي. أنهينا تقريبا المرحلة الأولى والثانية بنسبة 80%. المرحلة القادمة اليوم الحمد لله دشنا الفندقي واللي بنبدأ فيه مباشرة، أيضا في البايب لاين على ما يقولون المول جاهز، ولكن تم تنفيذه بالفعل. المول جاهز كإطلاق المشروع، تجهيز الموقع إن شاء الله، وحسب خطة الزملاء عندنا في الشركة أنه يكون له تدشين يتناسب مع خطة الشركة في الإعلان عن مشاريع. طيب لو رجعنا تاني للجزء الفندقي، إزاي بقى مجهزين الوحدات يا فندم أنها تبقى يعني صالحة أو تنفع أو تناسب الجزء الفندقي؟ يعني الجزء الفندقي يمكن بيكون فيه معايير مختلفة بكل تأكيد. أي بشكل عام الشركات الفندقية لها معاييرها الخاصة، واحنا قطعنا شوط كبير جدا، يعني اللي يشوفها الان هو نتاج تواصل مع الشركات او السويسبل يمكن ما يقارب الست شهور لعمل التصميمات وعمل المتطلبات اللي تتماشى مع متطلبات السويسبل هوتيل ومتطلبات العاصمه الاداريه. وبالتالي الامر كان اخذ جهد كبير، والله الحمد تكلل بالنجاح. وما ننسى صراحة الدعم الكبير من العاصمة الإدارية ممثلة في المهندس خالد عباس الرئيس التنفيذي اللي هو داعم لجميع المطورين، وكنا معاه خطوة بخطوة في مشروعنا هذا لدعمنا في موضوع المساحات وموضوع اللي يساعدنا في الانطلاقة، لأنه كان في متطلبات ما نقدر نوفيها إلا بمساعدة العاصمة الإدارية. والحمد لله احنا كنا معاه اليوم في المكتب وبارك لنا اليوم التدشين، وإن شاء الله أنه الدعم هذا يستمر كما عهدناه من إن شاء الله في المراحل القادمة. طبعا دايما شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بتدعم كل المطورين لأنها جزء منها، هو مشروع أكيد. كامل متكامل. طيب خليني أسأل حضرتك، يعني احنا اتكلمنا شوية عن المول، لو حضرتك تدينا تفاصيل أكتر عن المول، هل هيكون للسكان فقط، سكان المشروع فقط، ولا مفتوح لكل الناس؟ بالنسبة للمول هو أحد عناصر المشروع، وحرصنا عليه أنه يكون في اتصال لسكان المشروع، ولكن صمم المشروع بطريقة أنه يخدم أيضا المنطقة بالكامل حتى يكون فيه عائد ومردود على المستثمرين في المول. حرصنا في التصميم أنه يراعي متطلبات المنطقة، ومن تصميم ومن الحرص على أنه يكون فيه أسماء كبيرة تكون فيه إن شاء الله براندات كبيرة. اي نعم، في الآن التجهيز لإطلاقه في آلية معينة الأخوان بيتخذونها، ولكن الحرص أنه يكون مول مميز يعكس المشروع على أنه مشروع مميز في العاصمة الإدارية، وفي نفس الوقت يخدم السكان المنطقة ككل، وأيضا الناس من الخارج، المشروع من برا ومن الداخل، بحيث أنه ما يصير فيه تعارض أو عملية إزعاج للسكان محلولة تصميمية. ولكن بيبقى في التصميم ده من بداية التصميم. أي نعم صحيح. يمكن احنا دايما زي ما جبنا سيرة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بنتكلم على العاصمة الإدارية انها مدينة مستدامة ذكية وبتحافظ على الاستدامة داخل المدينة، هل انتم محافظين على الاستدامة في مشروع ريفان؟ في الحقيقة من بداية تعاوننا مع العاصمة الإدارية كان لها اشتراطات محددة في موضوع الاستدامة والحفاظ على الطاقة، وأيضا في مشروعنا مع السويسبل لهم متطلبات في موضوع الأبنية الذكية، وبالتالي راح تطبق فيها. أما بالنسبة للمشروع ككل، احنا الحمد لله في البداية عملنا دراسات مستفيضة في موضوع الحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاك المياه اللي تهدف لها الحكومة، واستخدمنا نظام توفير للطاقة في التكييف اللي يسمونه الـ VRV، يوفر في الطاقة ما يعادل 45%. أيضا في الأدوات الصحية الخاصة بالوحدات السكنية اتفقنا مع شركات متخصصة تصميمها يكون موفر في ترشيد المياه، وبالتالي هذه مأخوذة بالاعتبار من جهتنا وأيضا من جهة العاصمة الإدارية كاشتراطات علينا.
المساحات يا فندم قد ايه؟ يعني مشروع ريفان على مساحة كام؟ والمساحات الداخلية للوحدات قد ايه؟ مشروع ريفان يمتد على 16 فدان، وفي مشروعنا حرصنا على التنويع في المساحات من الاستديو من 75 متر تقريبا الى فيلل دوبلكس او فيلل يسمونها لينجت فيلا، من تبدا من 400 توصل الى 550 متر تقريبا. ايه الخدمات اللي موجوده داخل مشروع ريفان؟ احدى العناصر المهمه عندنا في مشروع ريفان كتميز في الخدمات انه حرصنا في كل مبنى موجود خدمات خاصة فيه، في الروف اللي هي السبا والجيم ومسبح خاص فيها، يعطي نوع من الرفاهية للساكن، للعميل الساكن، بالتالي ما يضطر انه يطلع خارج المبنى او في جيم مشترك لكامل الكمباوند. ففي كل مبنى له خدماته الخاصة فيه. يعني احنا استغلينا الروف بتاع العمارات بالكامل. اي نعم، استغلناها عفوا ك سومينج بول، جيم، كامل خدمات العيو، حتى في التراس خارجي ممكن يستخدم من السكان بترتيب بينهم معين انه استخدم انا خلال اليوم. امتى يخلص تنفيذ المشروع بالكامل يا فندم؟ والله ان شاء الله مع توقيعنا اليوم علشان ينتهي المشروع بالكامل. ان شاء الله حريصين انه بنهاية 28 يكون المشروع منتهي بإذن الله. طيب حابة أتكلم مع حضرتك على الجزء السكني، هل اتباع بالكامل ولا لسه في وحدات أنتوا بتطرحوها في السوق؟ المرحلة الأولى والثانية الحمد لله يمكن حوالي 65 أو إذا 70% تم بيعه، ولله الحمد في المشروع الفندقي في حجز أوامر حجز كبيرة، لأنه عرضنا إحنا في معارض في السعودية فكان عليه إقبال كبير في السؤال والحجز عليه. إيه الخطة القادمة أو الخطة اللي ماشية عليها النهاردة شركة التعمير العربي؟ هل في مشروعات جديدة أخرى الفترة الجاية هتطرح في السوق؟ بالنسبة للمجال التطوير العقاري هذا كان هدفنا الرئيسي التوجه، وفعلا تحت إيدنا الآن مجموعة من الفرص العقارية الاستثمارية سواء في الساحل الشمالي، في مدينة الشيخ زايد، أو في التجمع، أو في العاصمة، وكلها الآن تحت الدراسة على أساس أنه نكون جدا انتقائيين ومحددين بمواصفات إحنا نحرص عليها مع عملائنا. يعني نقدر نقول أن إحنا ممكن نشوف شركة التعمير العربية الفترة الجاية في منطقة أخرى بتنزل بمشروع جديد وتطوير جديد. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله، بمجرد ما الإدارة مجلس إدارة يتم تحديد الفرص المناسبة اللي ممكن ننطلق فيها، نسمع إن شاء الله مشروع آخر في أحد المناطق اللي ترعاها الحكومة المصرية كتطوير أو كدعم استثمار أجنبي. إن شاء الله بإذن الله. مرة تانية بقول لحضرتك ألف مبروك على توقيع العقد النهاردة مع سويسبل، وإن شاء الله نشوف المشروع بعد الانتهاء على أرض الواقع. إن شاء الله، وشاكر لك. ألف شكر. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. شكرا لك. ومكملين مع حضراتكم مشاهدينا من تواجدنا النهاردة في حفل توقيع شركة التعمير العربية مع شركة ساوسبل لإدارة الفنادق لإدارة فندقها في العاصمة الإدارية الجديدة في مشروع ريفان. وهنتكلم دلوقتي مع مستر لوران الرئيس التنفيذي لشركة ساوسبل الإدارة الفندقية. مساء الخير يا فندم، ألف مبروك الأول على الإيفنت وعلى التوقيع، وحابة أن احنا نتكلم ونفهم أكتر عن شركة ساوسبل وعن الأحداث اللي حصلت النهاردة في الاتفاقية. كما هو واضح بالنسبة لك، نحن موجودين منذ 47 عاما ولدينا عدد كبير من المشروعات في المنطقة، ولكن هذه هي المرة الأولى لنا هنا في القاهرة كما تم توضيح ذلك. وبناء على العقد الذي وقعناه مع التعمير العربية، نحن سنسيطر ونتأكد من أن التعمير العربية ستبني المساكن طبقا لمعاييرنا. نحن هنا لتقديم النصح والسيطرة وتأكد من أن جودة المكان تكون طبقا للمطلوب. دي أول مرة ساوسبل في القاهرة في مصر؟ نعم، هذا أول مشروع لنا في القاهرة ونحن سعداء جدا. نتمنى أن لا يكون المشروع الأخير، ولكن هذا هو أول مرة ونحن متحمسون جدا.
ليه اخترتوا يعني التعامل مع شركة التعمير العربية ريفان بالتحديد؟ هذا سؤال مشوق. تريدين الحقيقة؟ بسببها هي. هذا صحيح. نحن شركة كبيرة ولكننا لسنا شركة ضخمة، ولذلك من الأهم بالنسبة لنا أن نختار شركائنا اعتمادا على الاعتمادية والثقة والنزاهة والأمانة، لأن المهم بالنسبة لنا هو أننا عندما ندخل دولة، أي دولة مثل مصر وفي منطقة محددة، علينا أن نكون نختار الشريك الصحيح للحفاظ على الاسم والعلامة التجارية، ويمكن أن نطور ذلك بدون أي مشكلات، دون أي مشكلات، أي عوائق. ولكن في عملنا نحن الأشياء ليست براقة دائما في مجال عملنا، علينا أن نختار الشريك السليم المضبوط، لأننا وقعنا عقد منذ 15 لمدة 15 أو 20 عاما، ولا نريد أي إزعاج خلال 20 عاما. ولذلك التعمير العربية هي تحديدا تستوفي كل الاشتراطات الخاصة بنا. الجديد المختلف اللي هنشوفه في المشروع في ريفان؟ قيمة مقابل المال. تخيلي للحظة أنك تريدين أن تبنين شيئا ولديك ميزانية معينة. هدفنا ليس أن نعطي أفضل المنتجات رفاهية، ليس هذا هو الهدف، ولكن الهدف هو أن نعطي للمستهلك أو المشتري أفضل جودة يمكن أن يحصل عليها وأفضل خدمة يمكن أن يحصل عليها من علامة تجارية دولية مع على أفضل سعر. الناس عايزة تعرف سويسبل، عايز تعرف معلومات عن الشركة، لو تدينا نبذة عن الشركة. سويسبل هي شركة متوسطة الحجم وتنمو بسرعة كبيرة لسبب واحد هام جدا، لأننا نعطي قيمة لمقابل المال للملاك، وبالتالي الملاك يعودون إلينا ويطلبون منا أن نعمل أكثر. ماذا سنعطي للمشتري؟ نعطي للمشتري قيمة مقابل المال. هناك العديد من المشتغلين والشركات ولكنهما أكثر تكلفة منا، لأن عملنا هو عمل عائلي، لابد نستطيع أن نعطي التكلفة للمشتري. لا يمكن لأي علامة أخرى يستطيع أن أي علامة أخرى أن تعطيها. موجودين في كم دولة؟ في الوقت الحالي نحن نعمل في 20 دولة والمزيد في الطريق. على سبيل المثال، بغض النظر عن الشرق الأوسط، نحن سندير فندق في كينيا وفي تنزانيا، وحاليا أنا أتفاوض مع 4 دول أخرى في منطقة أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. نحن نتطلع إلى لاوس وكمبوديا، ربما بحلول 20-30 سنكون نتعامل مع 30 دولة. النهاردة كان ليكوا زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة نيو كابيتال، كان يعني إيه وجهة نظر حضرتك بعد الزيارة، ولما شفت كمان التطوير الكبير اللي بيحصل داخل العاصمة الإدارية الجديدة في مصر؟ بصراحة هي شيء مثير للإعجاب عندما تنظرين إلى شكل العمران وحجم العمران، شيء مدهش. ومن واقع شخص بخبرتي أتصور كم الضغط والعمل الكبير الذي يواجه المسؤول عن إدارة هذه العاصمة الإدارية الجديدة. حجم كبير جدا من العمل. هل هي نمت بشكل كبير؟ نعم، هي نمت بشكل كبير. أعتقد أنني عندما أتي بعد عام لن أتعرف عليها، لأنها معظم المباني أو كل المباني ستكون استكملت. عندما زرت مكتب معالي الوزير استطعت أن أرى كل البنوك الكبيرة موجودة، وستكون مدينة مختلفة تماما بعد عام. أنا بشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق، وألف مبروك مرة تانية على الشراكة والتوقيع النهاردة مع شركة التعمير العربية. بشكرك شكرا جزيلا.
أهلا بحضراتكم مشاهدينا مرة تانية. اتكلمنا كتير الفترة اللي فاتت عن الاستدامة وازاي نشجع كل الشركات انها تطبقها في المشروعات بتاعتها، والنهاردة كمان هنتكلم عن حاجة مرتبطة بالاستدامة وهي التمويل الأخضر. طيب التمويل الأخضر هو وسيلة جديدة لشركات العقارات تقدر تاخد من خلالها قروض لو طبقت مفهوم الاستدامة. هنعرف يعني إيه تمويل أخضر النهاردة من ضيفنا الأستاذ أيمن عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. منورنا يا فندم. الله يخليك. خلينا نشرح في البداية للمشاهدين أصلا يعني إيه تمويل أخضر. تمويل أخضر هو التمويل اللي بيدخل في أي مشروع بيدعم الاستدامة، سواء المشروع نفسه يعتمد على الطاقة المتجددة أو بيعمل ريسايكلينج أو بيعمل تحلية مية، أو فده بنسميه مشروع بيدعم الاستدامة، فبيتعمله تمويل بيبقى له شروط خاصة، وممكن بالاتفاق مع البنوك بيتم تمويله بدعم، مش بدعم، بتخفيض في معدل العائد، فبيدي فترات زمنية أطول، تسهيلات في الإجراءات. دي شروط. آه. لا طب قولي تاني شروط من البداية كده. التمويل الأخضر علشان شروط إن أنا أخد تمويل أخضر. أو أستخدم بداية التمويل الأخضر عشان أدعم حد أو أدي له تمويل أخضر. لازم يكون المشروع نفسه بيدعم الاستدامة، وبيبقى فيه مثلا يعني بدائل مختلفة، إذا كان بيستخدم الطاقة الشمسية في التدفئة، بيستخدم الطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء، بيدعم أي حتى لو حاجة واحدة من حاجة الاستدامة واحدة. في مشروع بالضبط كده. بيعمل ريسايكل مثلا للمخلفات، بيعتمد على طاقة الرياح في توليد الكهرباء، أي حاجة في المشروع داخل المشروع بتستخدم الطاقة المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونيه، ده بنسميه مشروع بيدعم الاستدامه. بما ان هو بيدعم الاستدامه احنا كمان بنحاول ندعمه بان احنا نقدم له تمويل اخضر. بنسميه التمويل الاخضر بس هو بمميزات مميزات زيادة اعلى من التمويل العالي العادي، وبنخفض له شويه في اسعار الفايده، بنمد له المده الزمنيه اطول بفتره اطول، بنقلل له شويه المصروفات، في اجراءات اسهل في تنفيذ التمويل. ده اي شركه تقدر تحصل عليه؟ اه طبعا اي. احنا حاليا في التمويل العقاري، عشان خليني اتكلم في الجزء اللي يخص التمويل العقاري، انا اي عميل بيشتري في مشروع بيدعم الاستدامه، او هو بيعمل في مجال يدعم الاستدامه، او عنده شركه ليها علاقه بالاستدامه، احنا بنعمل له تمويل بأسعار مخفضة أكتر من العملاء العاديين، وبنسهله في الإجراءات، وبنخفض له كمان في المصاريف الإدارية في بداية التمويل. الجهات اللي بتدي تمويل أخضر هي نفس الجهات اللي بتمول عادي تمويل عقاري عادي؟ لو الجهة بتدعم أو عندها هذا المنتج، يعني أنا عندي في الشركة عندنا هذا المنتج، المنتج ده بنديه زي ما بقول لحضرتك كده، إذا كان بيشتري في مشروع بيدعم الاستدامة أو هو بيعمل في هذا المجال. طيب حابة حضرتك تقولي بنسبة قد إيه مثلا، إيه الاختلاف؟ بصي هي نسبة مش كبيرة، لأن أنا لسه ما وصلناش للاتفاق مع البنوك إن يبقى فيه للتمويل الأخضر تحديدا أسعار خاصة، فإحنا بنقلل النسبة دي من الهامش اللي إحنا بنحصل عليه كشركة. لكن هي الفكرة كمان إنه نوع من التشجيع، إن أنا بديله مدة زمنية ما بقدرش أديها العميل العادي، ان انا بخفض له في مصاريف اداريه بيدفعها مقدم، ممكن ازود له نسبه التمويل، يعني لو احنا بنعتمد على 70 او 80% نسبه القرض لسعر اليونت، ممكن نوصلها ل 90%. في شويه مميزات ما بتتاحش غير، يعني بنحاول نخلي الناس تتجه لهذا النوع من التمويل. لكن سعر الفايده هو ولا لا؟ مخفض بقى، مخفض بس مش بنسبه كبيره، لان انا الهامش بتاعي دايما بيتراوح ما بين 2-3%، فبحاول اخفض له جزء من الهامش بتاعي. عندنا شركات كتير بتقدم تمويل عقاري الفتره دي ولا لسه مش كتير؟ تمويل اخضر كمان؟ لا انا ما اعرفش كم شركه بتقدم تمويل اخضر حاليا، بس اعتقد ان احنا شركه او اتنين اللي في السوق اللي بنقدم التمويل الاخضر حاليا، لكن لسه ما انتشرش. لا هو احنا كلنا 20 شركه يعني لسه مش كتير، في شركات حديثه يعني دخلت يمكن 4 أو 5 شركات السنه الفاتت. اعتقد انه لو احنا اعتمدناه كشركات او ابتدت شركتين ثلاثه في خلال فتره زمنيه بسيطه جدا، هيبقى كل الشركات هتدخل في الركاب ده. احنا حجم المشروعات اللي بتدعم الاستدامه لسه مش كتير، اول ما هتكتر هيتعمل لها المنتج ده من كل الشركات. طب ازاي نشجع الشركات العقاريه ان هي تستخدم مفهوم الاستدامه في مشروعاتها الفتره الجايه بشكل اكبر؟ هو بداوا بالفعل
بس خدي بال حضرتك، هو دايما احنا بنبقى متاخرين عن الشركات العقاريه بثلاث او اربع سنين اللي هي فتره انتاج المشروع. ليه؟ لان انا ببتدي مع انتهاء التنفيذ، انتهاء التنفيذ المشروع بالكامل. بالظبط كده. فلما بيخلص او المرحله دي من المشروع لما بيخلص ببدا انا ادخل في التمويل. فعشان كده احنا لو هم بداوا يدعموا من سنه او سنتين هو لسه ما بقاش موجود بقوه. فعشان كده احنا ابتدينا في المنتج اللي احنا عملناه ان احنا ندعم اللي بيعمل في هذا المجال حتى علشان نشجعه انه يستمر في هذا المجال، او غيره اللي في بيشتغل في مجال اخر يحاول يتجه للمجال الاخضر. طيب عايز اروح مع حضرتك ل يعني موضوع اخر. اتفضلي. يعني يمكن دلوقتي في تشكيل جديد للحكومه، شايف ايه التحديات اللي هتقابل الحكومه الجديده الفتره الجايه؟ طيب احنا هي الرؤيه المفروض انه ده من وجهه نظري طبعا ان احنا عندنا ازمه اقتصاديه كانت قوية جدا والحمد لله حدتها قلت بس ما زالت موجودة. فيبقى احنا الهدف بتاعنا ده بناء على أزمة عالمية. بالضبط كده. ففي المرحلة الجاية المفروض ان الهدف بتاعنا ان احنا ندعم الاقتصاد بقوة ونقويه. وخلينا اقول لحضرتك انه احنا مشكلتنا الحقيقية مش في ان احنا اقتصادنا ضعيف، بالعكس احنا اقتصاد متنوع وقوي جدا. مشكلتنا في حجم الاستيراد اللي احنا بنحتاجه وحجم الايراد اللي جالنا من الدولار. يبقى احنا الهدف بتاعنا الفترة اللي جاية ان احنا نقلل الاستيراد او نزود الصادرات. متفقين كده احنا ايه المجالات اللي ممكن نعمل فيها كده؟ احنا عندنا ثلاث مجالات، مفيش اكتر منهم يعني. المجال الاول السياحة، وده واضح ان احنا بندعمه بشكل قوي جدا، او الحكومة بتدعمه بشكل قوي جدا، والحمد لله بدأ يجيب نتائج ايجابية، وان كان حتى الاحداث اللي بتحصل حاليا في المنطقة الشرقية بتاعتنا أثرت شوية على المنطقة بتاعت سينا بالعموم، ولكن الحمد لله برضو لسه النتائج مبشرة جدا. طيب يبقى عندنا قطاعين تانيين مهمين جدا، قطاع الزراعة وقطاع الصناعة. قطاع الزراعة أنا أعتقدش أن احنا هيبقى عندنا الأبر هند أو اليد العليا يعني فيه قوي، لأن احنا محدودين بكمية مية متاحة قليلة. احنا حتى لو هيبقى في زيادة في إنتاج المنتجات الزراعية هيبقى غالبا للاستهلاك المحلي عشان نوفر استيراد. فدي برضو حاجة كويسة جدا هتقلل لي احتياجي للدولار. ولكن احنا برضو عندنا مشروعات تنموية كبيرة طبعا جدا طبعا في قطاع الزراعة، والغرض الأساسي بتاعها أن احنا نوفر السلع اللي احنا كنا مستوردها، سواء قمح سواء علف، الحاجات دي كنا مستوردها بمبالغ كبيره جدا. لو زرعناها محليا هيبقى ده بالنسبه لنا خطوه ايجابيه جدا، وده حصل فعلا السنه دي. في انتاج حوالي مليون طن قمح، هيوفر علينا استيراد مليون طن قمح. عندنا الحاجه الثالثه ومهمه جدا الصناعه، وهي دي الخطوه المهمه جدا واللي ممكن تجيب نتائج سريعه. وانا اتمنى ان يبقى الاتجاه في الصناعات الصغيره. يعني انا مش محترف صناعه او ما عنديش خبره كويسه قوي في الصناعه، بس عندي فكره كبني ادم. ولكن حضرتك شايف لو احنا حققنا ده ونفذنا بالظبط. انا بقول ايه؟ بقول احنا عندنا صناعات صغيره بسيطه ممكن تكلفه مصانعها هتبقى منخفضه وتوفر لنا من الاستيراد بشكل كبير وممكن نصدر منها. وانا بتكلم على حاجات البسيطه، لو بنتكلم على أدوات مكتبية احنا مستورد منها كميات كبيرة لو قدرنا نصنعها محليا. وكان ليه وجهة نظر، احنا بنعمل المصنع، بنبني المصنع ونجيب حد يشتريه. طب ما احنا نبني المصنع ونجيب خط الانتاج ونجيب حد يشغله ونعمله تسهيلات في السداد. فيبقى انا اديته، انا عايزه ينتج. ممكن الحاجات الصغيرة دي على فكرة بنبطل استيرادها ونصدر منها وتجيب لنا عائد، بدل ما هي تكلفة علينا او دولار اكتر الاقتصاد، هتجيب لنا عائد حتى لو بسيط او على الاقل نكتفي بها ذاتيا. لو قدرنا نوصل للمرحلة دي هتبقى خطوة بداية، لان في اي دولة لو حضرتك بسيط على الصين في بدايتها ايه؟ هي صناعات صغيرة ومجموعة صناعات صغيرة عملت صناعة كبيرة وبدأت تكبر تدريجيا. صحيح. فهي لازم ابتدي بصناعات صغيرة. يعني المصانع الضخمة طبعا مطلوبة، بس التكنولوجيا فيها بتبقى محتاجة خبرة كبيرة قوي. طب ما نبتدي بالصغير وهو يوصلنا للمرحلة دي. صحيح. فده الطموح، ودي المسؤولية الكبيرة اللي هتبقى على عاتق الحكومة الجديدة أعتقد طبعا، لأن هو لازم ده المستقبل بالنسبة لنا، نركز على المشروعات عشان ما نرجعش في نفس الأزمة تاني. صحيح صحيح. طيب حابة أسأل حضرتك، سعر الفايدة ارتفع قد إيه الفترة الأخيرة؟ من فبراير 22 إلى يومنا هذا 19%.
ازاي اثر على التمويل العقاري؟ لا، هو تاثيره عنيف على التمويل العقاري، لان احنا دايما بنقول ايه، المعادله بسيطه جدا، 1% في التمويل العقاري بيساوي من 6 من 7 إلى 10% من قيمه التمويل زياده. فاحنا كون ان احنا زدنا 19% ده معناه ان التكلفه بتاعه العميل زادت عن اللي كان بيدفعه قبل كده ب 190%. فاحنا هقولها لك بالارقام، العميل اللي كان بياخد 100,000 جنيه سنه 22 كان بيدفعهم 186,000 جنيه في 10 سنين، النهارده هيدفعهم في حدود 350,000 جنيه برضه في 10 سنين. فهو مؤثر بشكل عنيف جدا، ويمكن ده باين جدا، يعني هتكلم في الارقام عن الربع الاولاني السنه دي، واضح جدا في الارقام ايه. حضرتك احنا عندنا منتجات مختلفه، بس اهم منتجين موجودين في السوق دلوقتي ان حد بيشتري عقار او عميل بيسيل قيمة العقار بتاعه، يعني بيعه ويستأجره تاني لمدة معينة وبياخد قيمته النقدية. وعندنا المنتج التاني اللي هو شراء محافظ عقارية، محافظ مديونية عملاء لدى المطورين. المنتجين دول اللي هم أكثر انتشارا. المنتج العميل اللي بيشتري ده بقى أقل منتج موجود في السوق دلوقتي بسبب ارتفاع أسعار العقار. طيب المنتج التاني بتاع عميل بيسيل قيمة واحدة هو مشتريها، هو ده انتشر شوية. ليه؟ أغلبهم رجال أعمال محتاج سيولة سريعة عشان يكمل الأعمال بتاعته، فإجراءات البنك بتاخد وقت طويل، فبيجري يتجه لأنه يبيع عقاره لشركة تمويل عقاري وياخد قيمة نقدية ويستأجره وهو لسه قاعد فيه لمدة يعني معينة. العميل اللي بيشتري ده قلت بنسبة قل جدا كبير، قل جدا. وليها أسباب متعددة، منها الفايدة، منها ارتفاع الخرافي اللي حصل في أسعار العقارات. الحاجة التانية الشراء المحافظ المديونية العملاء لدى المطورين هو ده اللي انتشر بقوة. يعني السنة اللي فاتت في الربع الأول من السنة اللي فاتت كان نسبته حوالي 72%، الربع الأول السنة دي وصلنا ل 77.5%، فدي زيادة مش بسيطة. لو حضرتك كمان بصيتي في ملحوظة مهمة جدا، احنا عندنا على سبيل المثال العملاء الأفراد السنة دي في الثلاث شهور الأولى 1,150,000,000 جنيه، بس عدد العملاء 125 عميل، ففي المتوسط 9,200,000 جنيه للعميل. لو حضرتك بصيتي السنة اللي فاتت في نفس الثلاث شهور كان أعلى 207 عميل واخدين 592,000,000، يعني معناها كان المتوسط 2,800,000. احنا دي ده انديكيتور مهم قوي، عدد العملاء قل والمتوسط التمويل زاد. ده معناه ايه؟ معناه حاجتين على طول، ان ده مش عميل بيشتري بيت عشان يسكن، ده راجل اعمال بيشتري بيبيع بيته ويرجع يستاجره علشان ياخد سيوله. وكمان سعر الوحدات اختلف كتير جدا، فاحنا لو قلنا ان المتوسط كان 2.8 بقى 9، طبعا هي الوحدات ما زادتش بالقيمه دي، بس اقصد ان برضو سعر العقار زاد بشكل على الاقل 100%، وده عبء زياده على اللي بيشتري عقار. صحيح، ده عبء زياده على اللي بيشتري عقار. طب ازاي نحل التحديات دي في التمويل العقاري؟ التحديات دي بصي خليني اقول لك ان احنا عندنا هدف قومي الاول، وبعدين بعديها هدف اقتصادي على مستوى القطاع بتاعنا. الهدف القومي احنا عندنا كان تضخم عالي، بس الحمد لله بدأ ينخفض بشكل ملحوظ، وربنا يدامها يعني انه ينخفض بشكل ملحوظ كده على طول لغاية ما نرجع تاني، هو مع انخفاض التضخم ويبدأ ينخفض أسعار العائد. واحنا متوقعين ان أسعار العائد تبدأ تنخفض من نهاية السنة دي او بداية السنة الجاية على أقصى تقدير، وده هيقلل العبء على المقترض، وبالتبعية هيزيد تاني العملاء في التمويل العقاري. طب النهاردة ليه المحافظ زادت او المطورين بيبيعوا المحافظ المديونية دي؟ لأن المطور كمان محتاج سيولة سريعة علشان يواجه التضخم اللي حصل في أسعار الخامات، فبيضطر يتخلص من المديونية بتاعت العملاء اللي عنده عشان ياخد سيولة يشتغل بها بشكل أسرع. طب دلوقتي لو حد عايز يشتري شقة، إيه البدائل اللي هو يقدر يستخدمها من خلالها يحصل على وحدة عقارية؟ هو الحل الوحيد بالنسبة له لو هي شقة قائمة هو التمويل العقاري، ما عندوش بديل آخر. هي يمكن العبء دلوقتي زايد، بس انا بقول للعملاء كلها دايما بقول لهم احنا بنشتغل بسعر عائد متغير، ومجرد نزول سعر العائد هينخفض قسط التمويل بتاعك فيبدا تاني يستخدم التمويل العقاري. انت كمان ممكن تبتدي النهارده، لو انت مضطر بتقدر تبتدي النهارده على طول، ومع توقع انخفاض اسعار الفايده يبقى التكلفه عليك هتقل. فبقول لهم يعني لو انت مضطر ومحتاج دلوقتي عقار لازم تدخل في الموضوع بشكل سريع عشان تواجه كمان الزياده اللي بتحصل في اسعار العقار. طب يا فندم ايه اخبار عن طرح شقق بالايجار او بنظام الايجار التمليكي؟
الإيجار التمليكي هو نفسه تقريبا التمويل العقاري، مع اختلاف بسيط إن في التمويل العقاري بنطلب من العميل مقدم لثمن الوحدة والباقي بيدفعه بتقسيط على مدة طويلة. الإيجار التمليكي هو ما بيدفعش مقدم، هو بيدفع إيجار بس، بس الإيجار فيه جزئين. يعني الإيجار التمليكي زي التمويل العقاري، زي التمويل العقاري بس من غير مقدم. هي نفس الفكرة بدون مقدم. هي الفكرة باختصار إن دايما في الإيجار التمليكي بيبقى عندنا جزء من الإيجار من أصل ثمن البيت، وجزء من الإيجار هو إيجار الجزء اللي يخص المالك أيا كان الجهة اللي بتمتلك هذا العقار، وعلى مدار المدة بيبدأ يزيد القسط الجزء اللي يخص ثمن البيت ويقل الإيجار، فبيقدر يخلصه على مدة 20 سنة 30 سنة أيا كان، بتتنقل الملكية للوحدة ليه. يعني أنا النهاردة باجي لحضرتك أبقى عايز أتملك بيت ولكن أنا هستخدمه بطريقة الإيجار، فهدفع لك كل شهر إيجار. إيجار الإيجار ده أيا كان القيمة بتاعته، الشركة بتبدأ إن هي تقسمها بالظبط، جزء داخل للشركة وجزء داخل لصاحب العقار. بالظبط كده. وهو بيبقى مسته إن هو على مدة زمنية طويلة، الإيجار نفسه بيبقى منخفض إلى حد كبير عشان المدة زادت، وكمان أنت ما بتدفعيش مقدم، ودي هي دي دايما العقبة. يعني احنا لو النهارده بنقول ان اسعار العقارات زادت قوي، في عميل يقدر يدفع مثلا ايجار 2003 و5 بس ما يقدرش يدفع 200,000 جنيه مقدم. فبقول له لا تعالى ما تدفعش مقدم وخد الايجار، بس بدل ما بتدفع 2 او 3 خليهم 4 والمده تبقى 20 سنه 25 سنه ايا كان بقى المده اللي هنتفق عليها في العقد حسب ثمن الوحده، وفي نهايه المده هتنتقل الملكيه لك. يبقى الزياده شويه في الايجار الشهري او المبلغ الشهري. بالظبط كده. حضرتك شايف ان ده هينجح او ناجح بشكل؟ اعتقد هينجح جدا، لانه النهارده لو احنا بنتكلم ان الطبيعي ان احنا كنا بناخد من العميل 20% من قيمه الوحده مقدم، لما كانت الوحده مثلا ب 500,000 كان هيبقى مطلوب منه يدفع 100,000. النهارده نفس الوحده اللي كانت ب 500,000 بقت مليون ومليون ونص، فبقى مطلوب منه يدفع 300,000، فدي بقت رقم كبير بالنسبة لبعض العملاء، أو فيقدر يتجه للإيجار التمليكي. بالظبط كده. بالظبط كده. أستاذ أيمن عبد الحميد بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، حضرتك نورتنا، وخليني أقول لك كل سنة وانت طيب على عيد الأضحى. هو حضرتك بالصحة والسلامة يا فندم. أشكرك شكرا جزيلا. أشكرك يا فندم. مشاهدينا بكده حلقتنا خلصت، كل سنة وحضراتكم طيبين، عيد سعيد عليكم وعلينا جميعا إن شاء الله. إن شاء الله نرجع لحضراتكم مرة تانية بعد العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين مرة تانية.